قال دبي ايش نيكه تعمل مامك؟ ايش نيكه تعمل؟ تجي له حلوق تجي يجيب هي كانت دربنيته. شكرا العروسه ديالي. السلام عليكم، كيفتوما؟ مزيانين؟ كلشي بخير؟ كتعاودوا اليوم فيديو جديد. اليوم النهار غادي يكوز واعر. جبتونا ماشي عند خالتي انا باقا بلبس صلاط، ماشي نلبس عليا دابا شويه خارجين. عمشو عند خالتي انتيكيرا وبديت لكم فيديو من هنايا حيت بغيت نشارك معكم هاد الفيديو اللي وصلني. غادي نشارك معكم دغيا دغيا ونخرجوا اليوم عند كوز نهار واعر. خليكم معايا. مهم زيونات، هذا هو الفيديو دو اولا الكوموند ديالي، غنوريه لكم دغيا دغيا حيت خصني نجمع شي باكيت باش نصيفطهم نعطيهم لمواليهم. حاجه هنايا الباك ديال نوفيج، هذا الباك اللي هضرت لكم عليه بزاف نوبات، من شحال ما هضرت لكم عليه بالنسبه للناس الجدادين ما غاديش يكونوا عارفينه. هذا الباك بلا تنفتحوا هانتوما، هذا الباك كيجي فيه خمسه د المنتجات. هذا كيصلح البقع اولا الطوابع اللي كيكونوا في الوجه، طوابع القيله، طوابع الحبوب، التصبغات اللي كيكونوا في الوجه، النمش اللي كيجي ماشي النمش الخلق، النمش اللي كيطلع بوحدو وانتم كبارين، اي طوابع عندكم في وجهكم. هذا دقه في بطله البنات غزال، جربوه بزاف الكليانات ديالي، وهذه طلبها لي واحد السيده، غادي نجمعوا دابا باش نصيفطوا لها. هنايا كاينه كريمه ديال النهار وكريمه ديال الليل، غسول ديال الوجه، سيروم وكونتورنو ديال خصوص البنات. كيجي فيه مجموعه كامله ما كتحتاجوا والو مع هذا، يعني كتغسلوا وجهكم كتعملوا كريمه في الصباح، كونتورنو ديال خصوص، سيروم هو الاولاني طبعا. المهم الطريقه ديك الساعه نشاركها معكم الناس اللي بغاوه. انا عندي فحال هذا ولكن عندي ديال العشرينات، كيصلح الترطيب ديال الوجه، كيحميك من التجاعيد ما يجيوك شي في المستقبل. ماشي هذا، هذا ديال الطوابع. كاينين هما، كاين ديال الطوابع، كاين ديال العشرينات، ديال الثلاثينات، الاربعينات والخمسينات، كل واحد فيهم ايكولاجين زايد على حسب السن ديال الواحد. مثلا ديال 30 عام كيكون فيه الايكولاجين، ديال 50 عام زايد كثر حيت كيكونوا التجاعيد كثر. فهمتوا البنات؟ كل وحده والسن ديالها كيمشيو بالسن. وهذا ديال الطوابع، هذا غزال كيرطب وكيزول الطوابع. واخر اللي عندي ديك الساعه نوريه لكم، كيصلح كيرطب البشره كما قلت لكم وكيحميها من التجاعيد. واعر 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 بزاف. غادي نخلي لكم هنايا النمره ديال الواتساب بالنسبه للناس اللي باغيين يطلبوه، وغادي نخلي لكم حتى انستغرام اللي بغات تهضر معايا في الانستغرام. انا عامله فيه الانبيو غراتيس، توصيل مجاني، الثمن ديالو كيعمل 129 الاورو، ولكن فيه كيف ما كتشوفوا خمسه ديال المنتجات. كاين بعض المرات الناس كتشري واحد كريمه ب 50 الاورو، فهادو خمسه ديال الحاجات ما كتحتاج معاهم والو كما قلت لكم ب 129 اورو. فيه الانبيو غراتيس ومعاه ريغالو، كل مره شني كيكون ريغالو. هاد المره باقي ما قررتش شنو غنعمل فيه ريغالو، ديك الساعه نقول لكم من تهضروا معايا. المهم هو هذا الباك كيجي عامل بحال هكا. وهنايا جبت عامين اوفيرتا في كولونيا ديال العنبر، شاركتها معكم بزاف النوبات عندي انا في حاله. دابا عاملين كولونيا وكريمه ديالها، شوفوا تبارك الله قداش نوا بوطي. هذا هادو بجوج بيهم ب 22 اورو فاصله 99، يعني تخيلوا هذه بوحده كتعمل 35 اورو، دابا بجوج بيهم ب 22 اورو، شي حاجه طوب. هنايا هاد الماسك الزرق اللي شاركته معكم بزاف النوبات، دابا نوريكم انا القرعه ديالي خاويه. شوفوها دابا جبت مره اخر، جبت واحد اخر ليدي. هادو عندي ديال كليان، شوف تحت مقلوبه، عندي ديال كليانات هادو، وجبت وحده ليلي حيت ديالي تقادت لي. هذا الماسك كيصلح للناس اللي ما كتنعش مزيان في الليل، كيصبحوا عندهم كيصبح الوجه عيان صفار تعبان كتبان فحال اللي مدباله. هذا الماسك غزال، كتعملو في الليل وكتبات به ما كيتغسلش، كتعملو بجوج تمرات ثلاثه دمرات في السيمانه، وكيعطي كيصبح وجهك غزال فيه واحد الاشراقه. ما تقولش هذيك اللي ما نعساش مزيان اولا هذيك اللي عيانه. عاملين له اوفيرتا وقيله ب معقل او يمكن 17 الاورو، ما عقلتش بالضبط. ما خليكم لينك الانستغرام ديالي، غادخلوا غادي تشوفوا الاثمنه ديال كلشي. دابا خليكم اللينك ديال الكتالوج كامل، وغنخليكم نمره الواتساب. هاد ستيك هذا ما عملنيش فيه اوفيرتا ولكن كليانات طلباتو حيت واعر بزاف، طلباتو بثمن ديالو الاصلي. هذا كيصلح للحبوب اللي كينوضوا لك في وجهك على غفله، كينوضوا كتعملوا فوق الحبه وكتبس الحبه وكتحيد. حاجه اخرى عاملين اوفيرتا في هاد بارفان هادي ديال جيورداني، هادي عاملينها ب 13 اورو يا البنات، ثمن خيالي، كتعمل نورمال 35 اورو، الريحه ديالها واعره بزاف. هذا واحد الماسك ديال الوجه حتى هو غزال من عند بيور سكين، حتى هو فيه اوفيرتا وقيله بشي 7 الاورو. هذا كيحيد الرؤوس السوداء، كينقي البشره مزيان. وهنايا كاينين هاد المرطب ديال الشفاه، ديك اللي كنكون كنعمل انا، ما فيهمش كولور مجهد، كيبانوا طبيعيين. هادو جوج كل واحد كولور ديالو، كل واحد كل كليانه طلبت لون. كيجي فيه ثلاثه ديال اللوينات هما، وكيجيو مفتوحين بحال اللي ما عامله والو، يعني كيجيو
طبيعي بزاف. هادي كيجي فيه ثلاثة ديال كريمة اونيفرسال، كنت شاركتو معكم. هاد الكريمة هادي كتصلح، كترطب الشفاه، كترطب القدم، الغمرة، الناس اللي كيتقشروا لهم رجلهم، كيتقشروا مثلا الوجه كتكون فيه ناشف، كيتقشر واعر، كيصلح الكزيما. انا كنعملو، عملتو في يدي، عييت ما نقولها لكم، كانت عندي كزيما في يدي وعملتو وزالت، البنات ما رجعتش، كنت كنعمل دواء كتمشي وكترجع. كيصلح نتكربشات الجرحى، هاد العواول السيتوين اللي كيكونوا كيكربشوا وجههم، كيصلح حتى البيبيز، كتعملو لهم كيزولو كي الاثار ديالهم. هذا الباك عاملين 3 ب 15 الاورو، نورمال هي وحده كتعمل ب 12 الاورو ولا 13. دابا عاملين 3 ديال النكهات مختلفين، هذا الباك ما نقدرش نفتحو حيت ديال مولاتو، 3 ب 15 الاورو. هذا الكتالوج اللي هذا عيد ان شاء الله يا ربي. المهم غنخليكم اللينك اللي بغات تشري ديريكت من الشركه، تشري اونلاين يوصل للدار. سينو اللي بغات تهضر معايا تواصل معايا في انستغرام اولا في نمره الواتساب اللي غادي نخلي لكم. يلا نرجع لكم دابا شويه. انتيكيره كامله مزوقه في الليل، يكونوا الدوشه عن زيم وهنا خصنا نعملو شي دورة هنايا ملي تحسن لس عيشة علومة. احنا وصلنا لانتيكيرا، دابا ماشي عند خالتي جنيد. فين حنايا؟ فين ماشي؟ فين ماشي؟ شوفوا على منظر غزال عندكم هنايا، جينا بكري باش غادي نعدلو سكسو خالتي، تعدلنا سكسو ونصور لكم مسلس هنايا شوفوني مزيان باش غنصور لكم الطريقه ديال كيفاش كتعدل خالتي سكسو. هي هي تشارك معكم الطريقه. قشرتها وقطعتها، ما عملت فيها حتى شي حاجه، حتى قطره تاع الماء لا والو. غنعمل فيها واحد القطره تاع الزيت، غير قطره ديال الزيت، واحد شويه تاع الزبده ونسد عليها. اي عملت الزبده والزيت صافي، عاد شد عليها الملح وشويه تاع الزيت. عرفتي دايما كيسقسيوني قوستك وجديه ياك؟ نقول لهم اه، كيقولوا لي كيفاش هي وجديه وعلاش امين كيهضر بالشماليه؟ حيت باطا نجاوي جاب لي يا على داك الشيء نشرح لهم. كيقول لك علاش امين كيهضر بالشماليه؟ كيفاش ماما وجديه وهو كيهضر بالشماليه؟ ماما كتهضر بالوجديه هو كيهضر بالشماليه. ولدي زياده وخلق في الشمال، زاد وخلق وكبر وقرا في المدارس وباطا نجاوي، العائلة شقور طنجاويين، جبالة بني عروس، راهم معروفين في البلاد. أنا يا وجدية واخا ملي كان المرحوم الله يرحمه مسكين كنت كنهضر ب حقيتي محافظة على الهضرة ديالك. بقيت كنت وليت كنهضر مع العكوزة ديالي، عاوتاني الله العكوزة ديالي مغلقة غير أو أ، كنت كنهضر ولكن أنايا وجدية ما انا وجديه ما نقدرش تهضر باللهجه ديالك طبيعي. انا وجديه ولادي باهم واش ما عادي يطلعوا لي ليلي ولا يطلعوا لباهم؟ باهم شمالي ضروري غادي يكونوا هما شماليين، وانا العيال من كيطلعوا؟ العيال كيطلعوا لباهم ماشي لماهم. الله يرحمهم. واش كيرفعوا واش كيديو الاسم العائلي ديماهم اولا الاسم العائلي دباهم؟ انا في الزكتو ها هو ها هو كيشرب واحد الشويش ونبدا نحل فيه، بعد نديرو في الكسكاس يتبخر شويه المرقه مدغمره شويه وثقيله ما تجيش غير خفيفه. عطيه غير وحده. انا عندي سلطه من وهنا عندي الاطريه، عندي سكنجبير والخرقوم والقرفه والابزار. غادي ندير شويه تاع الملح، نحط واحد المعلقه معلقه صغيره ديال السمنه باش تخلط. دابا غادي نخلط هكا. ما غاديش ندير هنا لا زيت لا والو، انا درت هذيك شويه تاع السمن بركه. دابا ها دابا تشرمل جداد نشرملها هو. انا ما كنديرش الزعفران، ما عنديش الزعفران الحر، انا ما كنطيبش الزعفران، ما كنديرش الزعفران انايا، الخرقوم قولوا له الخرقوم. هات الخرقوم ما كتعملوش؟ لا كندير غير الخرقوم البلدي، كنديرش الرومي. كيكون عندي الزعفران الحر كنديرو، ما عنديش من كتافي بالخرقوم البلدي وصافي. كتشرمل حتى تحت الجلده هنايا في الطبسيل، ونهز هاد البصيلة هي الأولى متعملة في طنجرة
ما عملتش الزيت، هزت عليك البصله والقمه عملت الطنجره غتنزل غادي نسلها حتى شتي ودات ديالو نخليهم شويه ندير شويه الزيت يعني ما كطيبوش بزيت مار على الزبده لا ندير الزيت بالحق ماشي دابا باقي تبعوا المراحل البنات دابا دابت الزبده هي تمرق دابا غتشوفكم مع البنات خاطي باش في الساعه يطيب ليه وباش يشرب ليه قامة مزيان صافي دابا نغطيو ونخليو يجيني بنين يجي بحال الدجاج البلدي هي طابت بنفسها انا دابا غادي نعملها قرفه القرفه والزبيب وشويه ديال السكر ونخليها تبلا هي زادت الزبيب زادت الزبيب ودابا غادي نديرو حشه تاع السكر جوج معالق ولا ثلاثه تاع المعالق كبار ديال السكر اللي بغى الحلاوه يزيد كثر صافي ما تحركي خليها متعشر شوفوا البنات التسقيه الاخرانيه كتعملها ولا التبخيره الاخره كنعملها بالمرق كوب المرق المرق اللي ديال الجداد ها هما غتشزكو بيه وديك الساعة غترجع تعملو يبخر عاوتاني التبخيرة لاخر ودابا غادي تسقي خالتي تجي وداتها هما طابو أمين جاي عس علينا جون أمين كيغني للوجين خالتي كتعمل حمص أنا كنعمل الحمص ودابا الزبيب وبصل انا كيعجبني سكسو بزبيب وبصل احسن من بالخضره صراحه كيعجبني هذا اكثر نتوما شنو كيعجبكم خليو لي في التعليقات كل وحده شنو كيعجبها واش سكسو بالتفايه ولا بزبيب ولا بالخضره فوق بالقرقع ها العيالات كلوا القرقع كلوا القرقع ما يجيكمش البرد وتسخنوا غادي تاكل وها هو السكسو ديالنا واش انا عدلته ملي جيت وانا واقفه خوت ملي دخلت ياك خالتي ملي جيت وانا واقفه كنعدل السكسو اي والله انت الله يعطيك دابا انت ما شافوهاش العروس هربت ما باغيش يتصور فاين شني عملتي دابا فاتت احلامك العروسه مش قلتي خصك تجوج جبروا لك العروسه صافي ماما ما خلاتوش يقتلو لا لو حفنا دايمن انا ما كنغيرش من جونا لكن كنصور واحد كندير بوان نو كيت كات دابا شنو كتعمل ماما شنو كتعمل تجي روح حلو كتجي دابا كيفاش اللقطه شري لي انا باش ما تجيش الغيره قال لي ماما قال لي ماشي تمشي تشري لجوني تشري لجوني قال لي بور فابور بارامي تاميال باش ما نغيرش ايوا الشوكولاته ولا جوج هو كيعاود من فوقي كيجبر بلاستيك عافنا بالشوكولاته المزلامه كيبقى ما كتشري له ما كتشري شي نادم مسكين شحال عندك من عام؟ هو وقف في 13 هو وقف في 13 لا انا اللي وقف في 13 هو بقى 13 شنو غنقولوا؟ لا يخلف لا يجعل البركه زيد ما ديماني ما اللهم اللهم ولهم اللهم زيد زيد كيف تضحك شي صوما سوداني زيد اللهم ديمها نعمه ديمها 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 نعمه نعمه واحفظها من الزوال قولها ها كتعرف تقولها ها سي ديمها ديمها وحادك البنات ما تقولوش لا لا اي وقفه انا طويله ماشي قصيره انا طويله سيداتي سادتي صورنا اليوم واحد فيديو ديال تحدي حياه لا تغدينا وسالينا وصورنا فيديو ديال تحدي كيقصر بالضحك انا وايمن كلاو فطهرو مصحيح ومن واحد النهار لا انا ما كنتش طالع ولا كنت طالع تناو فيديو ديال التحدي غينزل مور الفيديو هذا باش تشوفوا شكون فيهم كثر شكون اللي دق شكون اللي دق كلا الدق كثر خلينا في التعليقات كلا الدق كثر ايمن ديالك ايمن جالس قهوه ديالك كتسمع شهر باش تشبي ديالك خصك تسمع جالس انا عز عليا امين اللي ما فهمش العربيه ديالك دابا خلي الترجمه ماشي مشكل اي والله شنو كتقول للمتابعين ديالك ايمن عندك متابعين في عندك بزاف ديال متابعين ومعجبات كاين متابعين فان ديالك كيعجبهم يشوفوك في الفيديوهات شنو تبغي تقول لهم
كيفكر والله والله ما تنيش بش قول يلا داك داك قول يلا قول شي حاجة أولا جاو سيبون من نوم لا لا بالعربية بالعربية بغي يضحكوا ليا هذول لا تحنا كيضحك لا ما عندكمش اللي كتهضر العربيه مزيان وانت كتهضر العربيه مزيان انا ماشي تيتوك وترابر فوالا هذه هي لك لك لا خطط فوق غير مزنغ 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 يلا قول شكرا متفرجوا لينا شكرا متفرجوا لنا جوج سراج شكرا متفرجوا لنا امين على العائله انتما لما خورز ذا بيست بالعربيه بالعربي انا عندي احسن وحدين عندي عربي احسن وحدين عندي عربي ديني مهرسه لا ماشي مجبر لا مزيان مجبر تاع شي صافي نتي سمعت السلام شكرا السلام بزاف تناو فيديو تناو فيديو تناو فيديو لايكات ديسلايكات كومونتيرات وبارطاجي بارطاجي يعجبكم لايك ديسلايك كومونتير وبارطاجي اذا تفرج اذا ما عجبكش تفرج تفرج تاني يعجبك بنات ودابا خالتي قالت خصها توجه واحد الرساله ما نخليكم مع خالتي باش تشوفوا الرساله شنو هي السلام عليكم بنات كراكم دايرين لاباس عليكم بخير صحيحين شخباركم راكم مع الصحة عواشركم مباركة هلا روسي جو من هنايا بغيت نصفط هاد السلام حار ليلى الشطة ليلى اللي الارض عليها راها من المتتبعين الاولين ديالي يسرى تحية لك وهي صفطت جبرت الفيديو صفطت خصها نعيمة وشكرا بزاف 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 على اللي هنيتوني كامل بكم صحاباتي وجيراني وكلهم اللي عيطوا لي واللي صيفطوا لي ميساج في الواتساب وكلشي اللي قالوا لي وشكرا شوف ايمن كتب التشجيع هي كتهضر بنيته هي راه ماشي راسي راه بنتي وشكرا اختي نعيمه نعيمه راها صاحبتي وصديقتي وقال لك الا كان عندك صديق صادق راهو غادي يدخلك معاه للجنه وانا عندي ثلاثه ديال الصديقات صادقات ناديه نادا الخير نبيله هزت الفيديو عطاته لناديه وناديه تمتم عيطت لي شكرا نبيله الحبيبه ديالي ورحمه رحمه الحاجه رحيمه وحبينه دفاس الصداقه ديال 35 سنة من العرايش صحاباتي عندي ثلاثة ديال صحاباتي لحد الآن اللي كنا صغار ودابا حنا شفنا ودرنا جوجنا ولادنا ودرنا حفاد رحنا باقي الحمد لله اللهم لك الحمد من هنا باغي نقول لكم الحمد لله شكرا 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 على الصداقة ديالكم كنشكركم بزاف كنشكر اختي نادية اللي ما عمرها نساتني وديما مفكرتني وديما تعيط لي وديما الا شافتني غير نهار ما عيطلهاش تبقى تعيط وتصيفط الميساجات حتى نرد عليها وشكرا اختي نعيمه وشكرا حبين رحيمه الى خطيكم عليا ديالي ويسرى بنتي ربي يخليها لي خليها لي تاش فوق راسي امين ويخليك لي الناس يا ربي مولا دارها تاش فوق راسها ويحفظها من كل شر من كل الله يرحم والديك يا رب العالمين امين شي ديالي اليوم الله يحفظهم الله يستر الله يحفظ لي وليداتي كاملين الله يسترهم لي يا ربي والله يخليهم لي حتى يلحقوني الموطعي يا امين الله يطول لك في العمر اخاتي الله يحفظهم والله يرزقهم داكشي اللي كيتمناو يا ربي يا الحبيب امين يا جبتوا لنا البكاء دابا شي اخو جاتو الدمعه لا حنون يلا سلامه سلام عليكم وشكرا بزاف ما تنساوش تشجعوا يسرى عملوا لنا لايك قولوا ما خالتي يعملوا لايك ويخليوا كومونتير الله يعليكم الله يرضي عليكم عملوا لها لايك وخليوا تعليقات وخليوا لنا تعليقات وشكرا وبارك الله فيكم